تثبيت المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والشباب حاملي المشاريع في مناصب دائمة حقق نسبا ناجحة بولاية تيارت، وهو ما يمثل مكسبا في عالم الشغل. بعد تقريبا 12 سنة في هذا الجهاز، تم اليوم وبفضل الله وحمده إدماجنا في مناصب عمل دائمة، حيث تم تحويل في إطار اللجنة الولائية إلى مديرية المجاهدين، أين رانا في منصب عمل دائم وقار. الحمد لله استفدت من منصب قار، وتم تحويلي من تربية إلى مديرية البيئة كمنصب متصرف محلل. فتت من لاكناك في اواخر 2020 بور لا فابريكاسيون دي برودوي ديرمو كوزميتيك لي كومبليمون اليمونتير، توسيع المشروع غادي يكون عندنا يد عامله اكثر. هذا وتساهم الحركيه الاقتصاديه في زياده عدد المتعاملين، ما يرفع وعاء الاشتراكات ويحقق توازنات ماليه للصناديق. فيه زيادة على مستوى المتعاملين والمستخدمين ووعاء الاشتراك. هذا التصاعد اللي هو راح يخلق لنا التوازنات المالية للصناديق، واللي راح يخلق أيضا راح ينقص من العجز تاع صندوق التقاعد. بالنسبة لنا كجزائر موش عجز كرونيك، موش عجز دائم، إنما هو عجز مرحلي اللي إن شاء الله راح نداركوه مباشرة بعد هذه الانطلاقة اللي راح تبقى دائما في إطار التصاعد إن شاء الله. خلق منظومة ضمان اجتماعي قوية متوازنة من شأنه المساهمة في جلب الاستثمار وتعزيز الاقتصاد.